فمتى ما توفرت كما قلت الظروف الملائمة أمنيا وسياسيا، ما أعتقد أن الإطران الخليج أو الحكومة سوف تمانع في استئناف رحلات معينة. البحرين ترحب بعلاقات دائمة سلمية وأخوية مع الجميع، ولكن نرفض طبعا التدخل في أمورنا الداخلية، نحمي مصالحنا العليا من خلال خطوات معينة. ولكن كما قلت الآن بينت بوادر، وإن شاء الله تكون هالبوادر مشجعة وتكون مستدامة، يعني لا يعكرها صفو حادث أو أمر معين، وإن شاء الله تعود الأمور كما كانت. بالعكس البحرين كجهة مرغوبة لدى كثير من شركات الطيران العالمية، وأيضا البحرين تتمنى أن تكون مرحب بها في أي جهة أخرى تسعى لي كما قلت تنمية العلاقات الاقتصادية الاجتماعية وخلاف ذلك. شكرا مع الرئيس. شكرا سعادة الوزير. تفضل سعادة نائب.